بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طلاب الغاليين أهلا وسهلا بكم. الامتحان ده هو الامتحان رقم 5 من كتاب All in One Booklet، البوكلت اللي فيه 30 امتحان. طبعا الامتحانات مقسمة جزئية وامتحانات شاملة، حلينا من الامتحانات الجزئية 5، وده رقم 5 في الامتحانات الشاملة. يبقى سيادتك هتلاقي كده 10 امتحانات شاملة على المنهج من الكتاب ده. الكتاب ده كله لو أنت عايزه موجود بي دي اف في الوصف الخاص بكل فيديو، كل ما تفتح فيديو هتلاقيه في الوصف ده. الحاجه التانية، لو انت عايز كل الامتحانات توصلها مره واحده، ادخل على البلاي ليست اللي اسمها اول ان وان ونزلهم عندك واسمع لوحدك. اول جمله بيقول لي دي الارم ايميتس، ايميتس يعني ينبعث عنه او يشع، انفرا ريد ريز يعني اشعه تحت الحمراء، ويتش ار يوزد تو ديتكت اللي تستخدم في تحديد اني انترودر. انترودر دي جايه من كلمه انت روجن، انتروجن ده اللي هو التدخل، وانترودر يعني اي شخص متدخل يعني او متطفل. كلمه ايميت هنا في نفس بالسيميلر مينينج بتكون بنفس معنى كلمه ايه دي، قلنا معناها ينبعث عنه او يشاع، يبقى تساوي كلمه راديت اللي معناها ينبعث عنه او يشاع، ومنها راديشن الانبعاث. عندك تاني كلمه في الجمل دي جيف ان يعني يسلم، اليومينيت يعني يزين، وابزورب يمتص. زي اورجنايزد ا ميتنج بتوين ذا تيتشرز اند ستودنتس، هم نظموا ميتنج بين المدرس والمدرسين والطلاب. عكس كلمه اورجنايز، اورجنايز ينظم، عكسها بالدس على طول، فعشان كده ناخد دس اورجنايز. استبلش يعني يرخص، وكرييت يعني يخلق او يوفر لو انت عايز تستخدمها مع فرص العمل، وارينج يعني يرتب. وكلمه ارينج دي لو انت فاكر بتساوي كلمه انجينير. الاهم من ده كله يا صديقي الغالي هو الاتي، ان كلمه اورجنايز دي ممكن اورجنايزد ممكن تيجي كفعل، ممكن اقول لك مثلا اي اورجنايزد ان امبورتنت ايفنت، انا نظمت ايفنت مهم، يبقى هنا كده هي جت فعل. لما تقول منى از an organized girl يبقى منى بنت منظمه، يبقى organized هنا صفه. ولما تقول لي will organized يبقى دي على بعضها كده اصبحت ظرف. انا عايزك تترجم دايما اي كلمه تقابلك عشان تعرف هي موقعها ايه في الدنيا دي. not I believe that everyone should study science at school، انا اعتقد ان الناس كلها لازم تدرس علوم في المدارس. artificially يعني صناعيا عكس طبيعي، automatically بشكل اوتوماتيكي، personally على مستوى الشخصي، شيرفولي معناها بابتهاج، يبقى كنت عايز تقول لي على مستوى الشخصي انا شايف الناس كلها لازم تدرس علوم. I will take my gloves with me، انا هاخد معايا الجوانت بتاعي. My hands get cold، ايدي تبرد. خد بالك ان اف معناها لو، ان كيس يعني ربما، سو ذات يعني لذلك، لكي سوري، وان كيس اوف معناها في حالة. بداية كده انت بالعربي تقول انا هاخد معايا الجوانتي ربما اشعر بالبرد، فناخد ربما اللي هي ان كيس. طب ما ان كيس اف يا مستر، ما هو الترجمه، انت لو قلت لي انا هاخد معايا الجوانتي لو انا شعرت بالبرد، انت دلوقتي شعرت بالبرد هتاخده معاك ازاي؟ خلاص انت مشيت. لكن هتاخده معاك كده كده في الشنطه ربما تشعر بالبرد. The company aims at improving not to increase exports، الشركه بتهدف الى تحسين الايه عشان تزود الصادرات. اكيد producers هم المنتجين، الناس اللي بينتجوا. products اللي هي المنتجات، customers الزبائن، و purchase اللي هي المبيعات. الحاجه الثانيه الاهم من ده كله ان كلمه produce اللي انت عاملها عارفها، دي مع دي اسم بمعنى منتج زراعي، وهي اسم اللي يعد، او فيرب بمعنى ينتج. turn off the lights when you not the room، اطفئ الاضواء عندما تغادر، عندما تغادر. الجمله يا مستر اللي بادئه بفعل امر لازم الناحيه الثانيه تكون مضارع او مستقبل، وبالتالي عندما تغادر يبقى when you leave. طب ما لقيتش في الاختيارات leave، هتلاقي في الاختيارات when you have left، وهي برضو تنفع مضارع بسيط او مضارع تام. that castle القلعه دي is one of the village's most famous ايه، القلعه دي واحده من اكتر او اهم الايه اللي في القريه، اللي في القريه. مارك يعني علامه، علامه طبعا يعني حد معور لك وشك فتسمها علامه، او حد خربشك برضه اسمها علامه. لاند ماركس هي المعالم البارزه اللي في المكان، ايفنتس احداث، وبرودكتس منتجات. طبعا القلعه واحده من المعالم، ولو في قلعه كده مبنيه وحواليها حاجه مبنيه كده ومليانه ميه عشان تحميها، فدي اسمها موت، وده بيجي في امتحان في اختياري دايما. I can't meet you at 3:30، انا مش هينفع اقابلك بكره الساعه 3:30 تمورو، اصلي انا هكون بلعب كره او هكون بسمع ماتش كره القدم. الساعه 3:30 لو انت طبيت عليا هتلاقيني مستمر في المشاهده، يعني ده حدث مستمر يبقى will be watching. ولو ما لقيتش will be watching هتلاقي في الاختيارات I am watching، ده مضارع مستمر للتعبير عن المستقبل مع الترتيبات. being a by an insect is a verb is very painful، ان تلدغ يبقى being stung، being past participle. He was the last one at the meeting. انت عارف ان بعد the last one و the first one و the second one اللي احنا بنسميهم اعداد ترتيبيه، بعد الناس دي كلها انت قدامك حاجه من الاثنين، to والمصدر او that وفعل. الفعل ده مضارع لو كان هنا
في اول الجمله مضارع، الفعل الماضي لو كان في اول الجمله ماضي. زي ايه مثلا؟ اقول لك مثلا هي هنا مثلا في دي هي ووز ذا لاست وان، عايزين تو المصدر يبقى تو ارايف. طب مفيش تو المصدر، هتلاقيه جايب لك في الاختيارات هو ارايفد. ولاحظ ان خدت لك هنا ارايفد عشان ووز. طب لو قال لك هي از ذا فيرست وان يبقى تو ارايف او هو ارايفز. How long does it take for the chicks to grow to، كم المده اللي بتاخدها الفرخه الدجاجه الصغيره يعني كتكوت علشان ينمو لحد ما يصل الى النضج. النضج اسمه ماتشوريتي. None of the students failed the test، مفيش ولا واحد من الطلبه فشل في الامتحان، ده معناها ان هم كلهم نجحوا، يبقى زي اول. طيب خد بالك لو قال لك بدل نان نيزر ده معناها ان هم اتنين، فكنا هنقول بوث باسط، زي بوث باسط. Mushrooms are usually early in the morning، المشروم دائما ما يجمع مبكرا في الصباح، وكلمه يجمع اللي هي اسمها جازرد. وخد بالك ان امو از وار والباست بارتيسيبل عشان ده مجهول في المضارع البسيط. وي دونت سي ايتش اذر اوفن بات وي سبيند تايم توجذر، احنا ما بنقابلش بعض كتير بس احنا بنقضي وقت ممتع مع بعضنا البعض. وقت الممتع اسمه كواليتي تايم، وانتبه ان كواليتي من غير ايه، لان ايكواليتي اللي فيها اي دي معناها المساواه او العداله، كوانتيتي معناها كميه، وكواليفاي معناها يؤهل. طب يا مستر ليه ما نقولش مثلا كميه من الوقت؟ ما عشان تقول كميه من الوقت تقول كوانتيتي اوف تايم، يعني كميه من الوقت. وير از ادم، امال فين ادم يا جدعان؟ هي از نوت ات ذا مومنت، هو دلوقتي فين؟ في الشغل، في الشغل اللي اسمها ات ورك. واكيد انت طالب شاطر كده وخربوش وفاكر ان كان في حاجه اسمها ان ورك اللي هي بتساوي كلمه employed اللي معناهم هما الاثنين موظف او عامل، اللي عكسهم ري دون دانت اللي معناها عاطل او مسرح. Their mission was to repair the temperature A system، مهمتهم هم يصلحوا نظام، انت فاكر النظام التحكم في درجه الحراره كان اسمه temperature control system، فالاجابه هنا رقم سي بس هنحذف الاس منها تبقى control system. ادم اند لؤي ار اونست، ادم ولؤي دول ناس اونست، خد بالك اونست بدأ بحرف الاتش بس هناخد برضو معاها ان لانك ان او نطقت الاو. زي ماي فريندز، ادم ولؤي دول هما الاثنين ناس عندها ولاء، هم الاثنين بيكونوا اصدقاء كلاهما يكون. لاحظ انك انت بتقول زي ار بوث، زي ار اول، زي ار، وبنجيب الديستريبتيف بعدها، يعني الاجابه كده رقم سي. 18 احمد ويل هيلب يو هيلب مي ذس سوفت وير، سوفت وير اللي هو البرنامج، فاحمد سيساعدني في تسبيب البرنامج او تثبيته يبقى المفروض انستول، لا دي انستيل. امال انستيل اللي انا عملت عليها دايره بالخطا دي، انستيل دي معناها يغرس، لما اقول لك يغرس القيم والاخلاقيات. طب ريكول يعني يستدعي، يعني حاجه كان حافظها وبيفتكرها. لينك يعني يربط زي كلمه كونكت، وانستول اللي معناها يثبت ومعناها برضو ينصب. She was born into a world whose one was on the brink of war، هي ولدت في العالم الذي كان على حافة الحرب. العالم ده مكان زمان ما يفرقش معايا، انت كده كده عايز تقول الذي يعني ذات. وكان ممكن نستخدم برضو هنا كلمة which. On the bottom of the watch it said، في الساعة من تحت كده مكتوب ان هي مصنوعة فين. انت اكيد حافظ المصطلح ده او الكلمة دي، سويس ميد معناها ساعة سويسري، وانت عارف ان الساعات السويسري دي انضف ساعات في الحياة. The guests didn't finally leave not midnight، الضيوف لم يغادروا الا بعد، خد بالك انت قلت لي الا اللي هي until، وبعد اللي هي after اللي هي رقم بي. الضيوف لم يغادروا الا بعد منتصف الليل. As a well known TVA is opening no supermarket in our town، طب ما تيجي نترجم الكلمات دي. security دي اللي هو الامن او عامل الامن، عامل الامن كمان يعني security معناها امن البلاد ومعناها عامل الامن. merchant يعني تاجر، زي كلمة تريدر اللي معناها تاجر برضو، لكن خد بالك في كلمة اسمها مر شان دايز دي معناها بضائع. سليبرتي معناها شخصية مشهورة، جريدي طماع، يعني أكيد في شخصية مشهورة إعلاميا هتأتي لتفتح السوبر ماركت. I was standing just a to hear what they were saying، أنا كنت واقف تقريبا فين عشان أسمع اللي هما بيقولوا، عايز أسمع اللي هما بيقولوه فلازم أقف بالقرب منهم تماما. طيب خد بالك ان كلمه قريب من اسمها نير، وبعدين بقدر كافي انف يبقى نير انف. طب ليه مش نيرلي؟ نيرلي دي معناها تقريبا حوالي، لكن نير معناها قريب من. طيب تو نوت مينز تو اكسبلين سمثينج ذات از كونفيوزنج اور سيريس، معناها انك انت تشرح حاجه شيء بيكون كونفيوزنج يعني مربك، اور سيريس او مايسترس يعني غامض. انك تشرح شيء غامض او مربك ده بيسمى يوضح، يوضح اسمها
حاجه من اتنين، اما انك تلاقي كلمه كلاريفاي واضحه صريحه كده، او هتلاقي قدامها كلير اب اللي هي رقم دي. طيب امال ليه كلير اوف؟ كلير اوف معناها يتخلى عنه ويرحل طبعا، يوز يستخدم، يوز اب يعني يستهلك، سم اب يعني يختصر، والكلمه دي لما تشوفها يعرف ان دي كونكلوجن. هاو ماني بيبل نوت ات هاندز ات ذا هاندز اوف تيرورزم اورجانيزيشن سينس ذا فايلنس بيجان. طبعا انت عارف ان فايلنس ده معناها العنف، اورجانيزيشن منظمه، وكلمه اورجانيزيشن دي انا واخد بالك ان الجمله فيها سينس، وسينس ليه قبلها مضارع تام، يبقى عشان كده هنقول هاف دايد. سم بلينز ار لوست ان اي circumstances. circumstances دي معناها ظروف او احوال. بعض الطائرات فقدت في ظروف ايه؟ اوفر ذا برمودا تراينجل. انت عارف ان برمودا تراينجل ده الطائره اللي بتعدي عنده بتختفي، فعشان كده هي ظروف غامضه يعني مايسترس اللي رقم بي. ما تنساش ان كلمه كونشينشس معناها متقن، ومايستري لغز او اسطوره، وفيكتشرس معناها منتصر. ايه الفرق بين مايستري وبين سيكريت يا عم؟ الفرق بينهم كالتالي، ان كلمه سيكريت يعني سر، حاجه ما حدش يعرفها خالص، لكن مايستري لغز، الدنيا كلها عارفاه بس ما تعرفش ايه السبب. زي ما اقول لك ان محدش عارف ان الراجل مات يبقى ده سيكريت. طب الدنيا كلها عارفه انه مات بس محدش عارف سبب الموت، يبقى ده اسمها مايستري. وي وش، طبعا وش لما يكون مفيش بعدها اسم او ضمير هنا فناخد تو المصدر مباشره، يبقى وش تو هاف. فيرست اي هارمز اور انفايرمنت از ات ابسيتس ذا بالانس اوف نيتشر. انت عارف ان بالانس اوف نيتشر معناها توازن الطبيعه، ويحافظ على التوازن اسمها كيب بالانس. ديليت يعني يحذف طبعا. وايب معناها يوقف. ستانس دي معناها موقف، يعني مثلا لما اقول لك تو تيك ستانس يعني اتخذ موقفا زي سيتويشن كده. كليرنس اللي هو معناها محو او القضاء على، وبالتالي ان القضاء على الغابات ده شيء بيضر التوازن البيئي. وي كانت جو انتو ذا ليفنج روم بيكوز وي، احنا مش هينفع ندخل غرفه المعيشه اصل احنا هاد ات كليند هاد ات ديكوريتد زينت لنا، لما هي زينت يعني جاهزه ما ندخلها. طيب وكذلك الامر هاز معناها انك انت زينتها خلاص او زينت لك. هافينج ات ديكوريتد الفعل هنا مضاف له اي ان جي من غير داعي، مفيش قبله فيرب تو بي او غيره، يبقى غلط. اذا الاجابه رقم دي اللي هي ار هافينج ات ديكوريتد، يعني هي تزين لنا الان. بعد كده رقم 30، نبيل از نوت تو درايف ا كار نوت ا لوري. نبيل ده مصرح له، مرخص له ان هو يركب عربيه ما يركبش لوري. كلمه يصرح له انت عارف ان ديت معناها از، وبعدين الباست بارتيسيبل اللي هي ليسنسد، الليسنسد رقم سي. طيب لاحظ ان ليسنسز دي معناها رخص، ودي ليسنس يعني رخصه واحده مفرد، وليسنس ديت الفعل اللي معناه يرخص، ده فعل مبني للمعلوم، وما ينفعش ناخد از وبعدين الفعل في المصدر ايا كان الحال. تعالى بقى ندخل على التكنولوجي بقى والحاجات الحلوه اللي في القطعه دي. بيقول التكنولوجي هاز تشينجد بيبل اند ذير لايفز، التكنولوجيا غيرت الناس وغيرت حياتهم تماما. نو بيريد ان هيستوري هاز هاد از ماني سيجنيفيكانت تشينجز از ذا باست سنشري. مفيش فترة في تاريخ البشرية كان فيها تغيرات في حياة البشر بشكل ضروري زي ما حصل في القرن الماضي. Improvements of all kinds، تغيرات من وتحسينات من كل أنواع، زي those in communication and transportation، زي اللي حصل في مجال التواصل والاتصالات والنقل. Have seriously changed many people's lives، الموضوع ده غير حياة الناس. Not positively، not positively، ليس بشكل إيجابي. يعني التغيرات دي مش دايما بتكون ايجابيه. ازاي يا عم؟ Some people don't like the new result of technology، ناس كتير بتكره نتائج التكنولوجيا الحديثه. They often resist، دائما ما يقاوموا the new، بيقاوموا الاشياء الجديده. They might prefer to take trains، دايما ممكن يفضل يركب قطار بدل ما يركب طياره، او يتلقى خطاب بدل ما يبعت او يعمل مكالمه تليفون في السريع، او ان هو يتلقى ايميل بدل الخطاب. Computers are an obvious، obvious يعني واضح، part of technology، جزء واضح من اجزاء التكنولوجيا، that reach into most people's lives، اللي بتوصل في حياه كل الناس. A computer can easily perform، الكمبيوتر ده ممكن يؤدي simple and complex calculation، ممكن يؤدي للعمليات الحسابيه البسيطه والمعقده. It can recall or record all kinds of information، ممكن يخزن لك اي انواع معلومات انت نفسك تخزنها. It can sort material either alphabetically or in number sequence، ممكن يرتب لك المواد اللي عندك والبيانات بشكل ترتيب ابجدي او بشكل رقمي. ات كان كلاسيفاي، ممكن تصنف لك، وريبورت اند اديت انفورميشن، ممكن تصنف وتبعت وتعدل معلومات وتحطهم. ذات از بوت اناليتي، المعلومات اللي بتدخل على الكمبيوتر. ذا اونلي ريكويرمنت، المطلب الوحيد
that the computer must be correctly programmed. إنك يكون عندك البرامج الصحيحة اللي هتستخدمها في الكمبيوتر. To perform these functions. عشان تقوم بهذه الفانكشنز الوظائف. All jobs أو المهام دي. A computer programmer uses special computer languages. المبرمج بتاع الكمبيوتر بيستخدم لغات خاصة بالبرمجة to control and instruct the different boards of the computer عشان يتحكم في الأجزاء المختلفة في الكمبيوتر ويديها تعليمات تنفذها له. Computers have so many everyday uses that business world would stop without them. الكمبيوتر في عدد كبير جدا من الاستخدامات اليومية اللي البيزنس ممكن يتوقف بدونهم. They can, for example, اللي هم الكمبيوترات يعني ممكن على سبيل المثال reserve airplane ticket ممكن تحجز بيها تذكرة طيران, keep bank accounts انك تعمل bank account بتاعك حسابك في البنك, و record grocery items وتسجل المشتريات اللي انت عايز تشتريها. All of these jobs can be done in a fraction of time. ممكن ده يحصل في لمح البصر. That a person would need. The investment of time and patience. استثمار الوقت والصبر. That a person makes in learning how to use computer. استهلاك او استثمار الوقت والصبر اللي الانسان ممكن يستخدمهم او من يحصل عليهم من تعلمه واستخدام الكمبيوتر. Days of many times. كلمة بي لوحدها معناها يدفع. وبي تو يعني يدفع الى شخص, وبي فور يعني يدفع الى شيء. طيب بي اوف بقى هنا معناها يستفيد من او ينفع. فبقول لك ان انك تتعلم الاشياء دي, فالاشياء دي بتفيدك مرات عديده جدا او بتفيدك فائده مركبه يعني. كمبيوتر سيف جريت اماونت اوف تايم. الكمبيوتر بيوفر لك وقت مثلا باي دوينج ان انترستينج جوبز ذات تيك بيبل ا لونج تايم, عشان الكمبيوتر بيعمل الوظائف اللي ممكن تاخد من البشر اوقات طويله. Computer are designed to repetitive projects. الكمبيوترات دي مصنفة على طريقة البرامج المكررة. For processing and storing a large amount of data. بتخزن وتستخدم كميات كبيرة من البيانات. And for accuracy and speed. وعشان كمان الدقة والسرعة. By using computers, human beings can free themselves to do more human projects. باستخدام الكمبيوتر المخلوقات البشريه ممكن تحرر نفسهم, تدي نفسهم وقت زياده يعني, وياخدوا يكون عندهم وقت to do more human projects عشان يقوموا بالانشطه البشريه الاخرى اللي هي التواصل مع بعضهم وكده. What is the following is not mentioned as a job that computers can do. ايه من دول لم يذكر كوظيفه ان الكمبيوتر ممكن يعمل بيها؟ storing data بيخزن بيانات, يبقى دي ما ينفعش. بيحجز طيارات, تذاكر طيارات بيديك وقت عشان تتعامل مع البشر يبقى اخرها اللي هي اللي غلط, اللي هي paving the way, بمهد الطريق to human relationships, للعلاقات البشرية. Some people react negatively. الناس ممكن يكون رد فعلهم سلبي to technology, للتكنولوجيا, حيث انهم قال فقط انهم ممكن يركبوا القطارات, ممكن يبقى يستلموا خطاب بدل ما يستلموا ايميل وكده, يبقى الناس دي بتحب traditional things, الطرق التقليدية. طيب what does our writer mean by underlined word base of. كلمة base of اللي معناها benefit, ينفع, يبقى benefit أو bring benefits. Find two words. طلع قيمتين من النص اللي معناهم put things, ركز بقى, معناهم يضع الأشياء أو الأشخاص في مجموعات وفقا لحجمهم ونوعهم وكده. دي اسمها يصنف, اللي اسمها sort أو classify. To get the most correct output, عشان تحصل على أكتر مخرج مناسب اللي أنت عايزه, يعني أكتر نتيجة أنت عايزها من الكمبيوتر. فالكمبيوتر بيتطلب منك برامج عالية الجودة اللي اسمها highly accurate programs. Without computers, لو احنا ما عندناش كمبيوتر, complex calculation would be easier. العمليات الحسابية المعقدة هتبقى اسهل, احنا بنعملها بالكمبيوتر, يبقى ده غلط. Life would be much more difficult. الحياة كانت هتصبح اكثر صعوبة. فعلا. Communication would be more developed. التواصل هيبقى اكثر تطور. ولا making use of time would be better. ان استهلاك الوقت هيكون افضل. طبعا ده غلط وده غلط, يبقى الاجابة فعلا هي رقم B, ان الحياة هتكون اصعب. The best title for this passage, افضل عنوان ممكن نحطه للقطعه دي, هو technology in the past centuries. التكنولوجيا في القرون الماضيه ما حكيليش عنها. هو كلمه centuries الوحيده اللي موجوده في القطعه, ان التواصل معرفش من كام قرن كده وهو معرفش ماله. بس computers past and present, الكمبيوترات في الماضي والحاضر, ما قالكش الكمبيوتر كان زمان كان كبير ودلوقتي بقى صغير, ما حكيليش حاجه زي كده. unwelcome guest يعني ضيف غير مرحب به, ما حكيليش عن حاجه زي كده. هو بيتكلم عن computer and man, الكمبيوتر والانسان. obvious يعني واضح, الكلمة دي بقى معناها. obscure دي معناها غامض. ambiguous معناها غامض برضو. clear يعني واضح. incomprehensible يعني غير مفهوم, يعني غامض. اذا الاجابة كده رقم دي اللي معناها واضح. they often resist, دايما بيقاوموا الاشياء الجديدة.
الانتونيم عكس كلمة ريزيست يقاوم معناها يرفض، يبقى عكسها يقبل اللي هي اكسبت. وود ذا وورد فري، كلمة فري في آخر جملة معناها، احنا قلنا فري فري زيم تو هاف ريليشن شيبس، ان هي بتفرغهم عشان يكون عندهم علاقات، يبقى تو جيف زيم تايم. بعد كده أول ترجمة بقى، إذا ساعدت في تخفيف آلام الآخرين لن تكون حياتك عبثا. طيب الإجابة الصحيحة زي ما اتفقنا كل مرة رقم بي، اللي هي if you help to ease others pain your life won't be in vain. لو أنت سهلت أو ساهمت في تسهيل حياة الناس حياتك ما تكونش سهلة، ما تكونش عبثا. الجملة الأولانية قالت if you help to ease others pain، خد بالك others pain من في أبوستروفي، your life won't be in vain، حياتك لن تكون في عبث أو عبثا. إيه الفكرة إن هنا في أبوستروفي؟ أصل الآلام دي بتاعة الآخرين، ففي هنا ملكية. if you help to ease others، خد بالك others دي مفرد الآخر، وهو قال لك الآخرين يبقى دي غلط. if you help to ease others برضه نسي يعمل الأبوستروفي، your life won't be in vain. خد بالك ان هنا كلمه فين دي اللي معناها العرق اللي في جسم الانسان او الوريد، لكن احنا عايزين فين اللي في ان، يبقى كده الاجابه رقم بي اللي صح. يجب مواكبه التقدم العلمي والتكنولوجي في الدول الرائده، لازم نواكب التقدم العلمي والتكنولوجي. تعال نشوف اول واحده، وي شود او كوب ويز ساينتفك اند تكنولوجيكال بروجريس ان بايونير كانتريز، المفروض تبقى بايونيرنج كانتريز، يبقى دي باظت. وي شود كوب ويز ساينتفك اند تكنولوجيكال بروجريس ان بايونيرز كانتريز، برضه دي باظت. المفروض نقول بايونيرنج زي ما اتفقنا. وي شود كوب ويز ساينتفك اند تكنولوجيكال بروجريس ان بايونيرنج كانتريز، يبقى رقم سي اللي تنفع صح. طيب وي شود كوب ويز ساينتفك اند تكنولوجيكال، ما قال اند تكنولوجيكال بروجريس ان بايونيرنج كانتريز، خد بالك في حته هنا خطا، اللي هي ان هو قال لك وي شود تو، هي المفروض ان شود والمصدر، يبقى دي كده كمان باظت، يبقى كده رقم سي صح فعلا. بعد كده رقم 43 بيقول لك ايه بقى؟ مودرن تكنولوجيا، الاجابه في رقم 43 الاجابه الصحيحه هي رقم ايه؟ يجب استخدام التكنولوجيا الحديثه من اجل راحه الانسان وسعادته. رقم بي غلط لانه قال لك لا يجب من اولها كده. وبعدين رقم سي قال لك الحديثه لانتقاء راحه الانسان، هو قال لك مانز كونفورت اند ويل بينج، من اجل راحه الانسان وسعادته. ايه الانتقاء دي؟ انا مش عارف. اللي بعدها قال لك برضه لا يجب استغلال، يبقى كده كلهم غلط ما عدا رقم ايه اللي صح. 44 الإجابة الصحيحة هي رقم دي، تخلص من مخاوفك وقل التوتر بقدر ما تستطيع لكي تستمتع بحياتك. اللي قبلها دي غلط، إذا أردت الاستمتاع بالحياة لا تواجه مخاوفك، دي واحد. إذا أردت الاستمتاع بالحياة جدد مخاوفك، كل ما تكون أنت مخاوفك خلصت جددها تاني. تخلص من مخاوفك وقلل من التوتر بقدر ما تستطيع لكي لا تستمتع، يبقى كلهم غلط ما عدا رقم دي. فيرست ليتر وفولوينج، الحاجات دي ترانزيشنز بيكون لها علاقة بمين؟ بالكوهيرنس. طب إيه اللي خلاها لها علاقة بالكوهيرنس؟ ما هو عشان يحصل انتقال منطقي من جمله لجمله، وعشان يحصل ان الجمل تبقى ستيك توجذر وهولد توجذر زي ما اتفقنا، وان يكون في فلو تدفق في الافكار. Which of the type of the paragraph would this topic sentence best goes؟ ايه من انواع الباراجرافات دي الجمله ديت نحطها فيه؟ My best friend's frank freckled face always has a glowing crooked smile. لاحظ يعملوا لك ايه؟ وجه صديقي اللي فيه نمش دايما لما بتبتسم بيبدو وجها واسعا، فعمال يوصف لك في وشه، صح؟ يبقى ده اسمه ديسكريبتيف. وات از ذا لاست باراجراف كولد؟ اخر باراجراف بنسميه الخاتمه اللي هو اسمه كونكلوجن. ويتش از ذا فولوينج از كوركتلي ستراكتشر؟ ايه من دول ستراكتشر كويس؟ بس قبل ما اقول لك مين في دول ستراكتشر كويس، عايز تاخد بالك من حته كده الاول عشان دي حته مهمه. في السؤال المزيل يا شباب بنعمل الكما وبعدين فعل مساعد وبعدين ضمير زائد ضمير فاعل وبعدين علامه استفهام. احنا قلنا اربع حاجات، واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب لو انت بتقول لي انا بحب اللحمة، فانا برد عليك اقول لك وانا كذلك، فحط لك نقطة واقول لك سو دو اي. لاحظ ان الاس دي تبقى كابيتال. طيب ليه دو؟ لان بقول لك في الجملة الاصلية اي لاف. طب ما تيجي نكتب احسن اوضح من كده شوية تحت، معلش استحمله. انا بقول لك مثلا اي مثلا لايك تي، انا بحب الشاي، انت عايز تقول له انا كذلك، فتروح قايل لي سو هنا لايك يعني يحب فعل مضارع، فناخد لها دو اي وتحط لي نقطه. طب لو انت قلت لي مثلا اي ام ساد مثلا، انا حزين، فهرد عليك واقول لك سو ام اي. لاحظ اللي حصل، ان عملت لك سو كابيتال وخدنا ام لان الفعل المساعد هنا كان ام برضو، خدنا دو لان هنا الجمله كان فيها لايك يعني يحب. طب افرض انت بتقول لي اي didn't sleep، انا ما نمتش، انا عايز اقول لك ولا انا. هنا بقى هقول لك نيزر did اي. ايه الفكره؟
ان لما يكون في نفي ناخد نيزر مساعد فاعل، لما يكون في اثبات ناخد سو مساعد فاعل. حلو، ولاحظ ان فيها نقطه، وان نيزر بدأ بان كابيتال فيها نقطه، وسو بدأ بان باس كابيتال. نرجع بقى لموضوعنا، ايه من دول صح؟ بيقول لك زي بلاي فوتبول، ويل بلاي يعني يلعب، فانا عايز كده معايا دو، يبقى سو دو وي، يبقى الاجابه دي صح. طب اللي بعدها بيقول لك سو وي دو، لا لازم مساعد الاول وبعدين الفاعل. زي بلاي فوتبول ويل سو ديد وي، ما هي برضه مترتبه، هو مساعد فعل سو مساعد فاعل، ولكن هنا ديد بالرغم ان هنا بلاي يعني يلعب. عارف لو دي بلايد كنا قلنا ماشي. زي بلاي فوتبول ويل سو وي ديد برضه غلط، لازم زي ما قلت لك سو الفعل مساعد بعدين الفاعل. ذا موست كومن تكنيكس يوزد تو سيبريت باراجرافز ان ان اساي از تو اد اي تو ذا فيرست لاين اوف ايتش نيو باراجراف. بيقول لك ان من اكتر التقنيات اللي بنستخدمها عشان نفصل الباراجرافات عن بعضها، يعني ده باراجراف، ده باراجراف مكتوب، تمام؟ انا خلصت الباراجراف ده، عايز ابدا باراجراف تاني، اعمل ايه؟ اسيب نص سنتي وابدا. اللي بيخليك تعرف ان ان ده باراجراف منفصل وده باراجراف منفصل الحته الصغيره اللي في الاول دي، اللي اسمها اندنت. فين اندنت؟ اللي هي رقم دي. خد بالك في الامتحان هيجيب لك انتند واندنت، اوعى تلخبط. انتند يعني ينوي، لكن اندنت اللي هي البداية. ذا بيست انسر ذات يوز كوركت جرامر اند بانكتويشن. ايه افضل اجابه من دول فيها الجرامر وبانكتويشن سليم؟ I hope you will be the winner. الأولانية صح، أنا أتمنى أنك ستكون الفائز، مفيش أي حاجة خالص محتاجينها. لكن هنا حاطط لك كما في الفاضي، وهنا بقى حاطط لك في النص كما. احنا نحط الكما في النص لما يكون الجملة بادئة برابط. I hope you will become the champion، وبعدين عمل لك هنا في الآخر خالص كما. هو في جملة آخرها كما في أي دي حاجة في الدنيا، يبقى كده خلص. كده خلصنا خمس امتحانات من الامتحانات الشاملة. تابعوا يا شباب في الفترة دي، ما تذاكروش عربي بس، يعني ما تنامش على العربي بس، حاول حبه كده انجليزي، حبه عربي، حبه فيزياء، عشان ما تملش من العربي وتقفل منه بسرعه وتكرهه. اتمنى انك انت تتبع تسمع الفيديوهات اللي بنزلها، وحاول انزل برضه زي ما احنا شغالين في الكتاب ده كده لحد ما نوصل ليله الامتحان ان شاء الله. وانتظروا مني شويه فيديوهات كده في لايام الامتحانات بامر الله، هنلم المنهج كله في كام فيديو قواعد على بعضهم، وهيكونوا بالنسبه لك يعني هيفتحوا لك الباب تماما للقواعد. هنعملهم مش هيكونوا فيديوهات كتيره، ممكن نعمل القواعد كلها في 3 4 فيديوهات، وبكده يبقى انت راجعت الفيديوهات، راجعت القواعد كلها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.